شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نشهد أنه لا يوجد إله يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ونشهد أن سيدنا محمدا نبي الله ورسوله. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. الركن الثاني إقام الصلاة. نحرص على أداء الصلوات في أوقاتها في المسجد في جماعة. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. الركن الثالث إيتاء الزكاة. ندفع جزءا من أموالنا إلى الفقراء والمحتاجين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. الركن الرابع صوم رمضان. نصوم طوال شهر رمضان، فلا نأكل ولا نشرب من طلوع الفجر حتى آذان المغرب. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. الركن الخامس حج البيت. الذهاب إلى بيت الله الحرام بمكة المكرمة في أشهر الحج لأداء مناسك الحج. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت